وسائل الإذاعة والاتصال. معشر القلوب الكريم، بقلوب طافحة بمشاعر الفخر والاعتزاز يتجدد لقاؤنا من قلعة الصمود والجهاد وأرض الشموخ والشجاعة والشهامة والإباء التي رصع أبناء الأشاوس اسم الوقف وكمام جبال سعرور في سجلات التاريخ بكفاحهم المستميت في مواجهة أعتى قوات استعمارها. أقول تجدد اللقاء في هذه اللحظة المفعمة بعرق الإيمان ومشاعر الوطنية الحقة والمواطنة الإيجابية لإحياء وتخليل الذكرى 89 لمعركة كوكافة ونهضت عن بكرة أبيها وظلت كذلك آخر معقل للمقاومة المسلحة والكفاح المباشر المريء والمتواصل في مواجهة قوات الاحتلال الأجنبي التي عبأت كل إمكانياتها البشرية وترسانتها العسكرية المتطورة في هذه المعارك، معارك مصر التي قال عنها أحد ضحايا الاستعمار وشهد شاهد من أهلها قال: لقد عزموا أشد العزم على الدفاع عن كل قمة من هذه القلعة المليئة، وعزموا كذلك أشد العزم وخاصة النساء. يخلد الشعب المغربي في طلعته أسرة المقاومة ومجلس التحرير تكرار 89 لمعركة كوكاف التي ألحقت خلالها قبائل تتعطى هزيمة قاسية بقوات الاستعمار الفرنسي للدفاع عن حرية وتوابع الأمة المغربية. ففي 13 فبراير 1933 شن جيش الاستعمار أول هجوم على مجاهد قبائل تتعطى التي كانت تحتمي جبال كوكاف. وتعد معركة كوكاف من الملاعن البطولية التي جسد فيها الرجال والنساء المقاومة للإقليم أزهى صور التلاحم والانكرادات دفاعا عن الأرض وعن العزة والكرامة في مواجهة جيش الاستعمار الفرنسي. والآن سيتم تسليم لوحات اختيارية عن المكرمين وأدعو السيد الجستاني والسيد عامل الإقليم تنغير لتسليم هذه اللوحات للمعنيين القائمين. دوحة بورن وبورن ناصر جيبو وشوف ابنته هو وشوف تودا دوحة بورن وقاوي يجيب انتي وتاش محمد اللهم آمين. هنيئاً لجميع المقربين. الله يرحم والديك. مولاي صاحب الجلالة أدام الله عزكم ونصركم المخلدة في الصالحات تكافؤ. في أجواء مفعمة بعيد الوطنية الخالصة والمواطنة الإيجابية ومشاعر الفخر والاعتزاز، خلد الشعب المغربي وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير وسكان إقليم تنغير يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الديكة 89 لمعركة كوكاف الخالدة التي شكلت معلمة مشرقة في مسار الدفاع الوطني الذي خاضه أبناؤه قبائل العقل أبيه بقيادة المجاهد عسو بسلام
سنة 1933 بجبل الصخرة دفاعا عن حرمة الوطن وحوزته الترابية. وبهذه المناسبة المجيدة في يوم القيامة تتشرف أسرة المقاومة وجيش التحرير وسائر الفعاليات المشاركة في المهرجان الخطابي المنظم احتفاء بهذه الدقيقة بأن يرفعوا إلى مقامكم لعالي الله أسماء آيات الولاء والإخلاص مؤكدين تعبئتهم الموصولة تحت قيادتكم سجلالتكم الرشيدة في ملاحم والمفاخر والمكارم التي تحملون مشعلها بحكمة واقتدار وبعد النظر من أجل بناء وإعلاء صروح المغرب الحداثة والديمقراطية وتحقيق النهضة التنموية الشاملة وإتكاء إشعاع بلادنا وتعزيز مكانتها للملوك والشعوب. وإن قدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير وسائر المشاركين في إحياء هذه المعلمة الخالدة وهم يستحضرون باعتزاز وإجلال أمجاد ورائع الدفاع الوطني وأطوار ملحمة ثورة الملك والشعب الغراب ليغتنمون هذه المناسبة الغالية بالإشادة من توجيهات السديدة لجلالتكم الداعية إلى إنعاش وإخصار الذاكرة التاريخية الوطنية وتكريم رموزها وأعلامها واستهام رموزها وعبارها وتمرير أذهان الناشئة والأجيال الجديدة بقيمها المدلى ودلالتها العميقة لتتقوى فيها الروح الوطنية ومواقف المواطنة الإيجابية لمواصلة مسيرات الحاضر والمستقبل. ومتمنين عاليا ما تحيطون به هذه الربوع الأبية من سابق هدفكم ووافر رعايتكم وشامل عنايتكم مكبرين الإنعام المولى والسامي بأوسمة ملكية على صفوة منهم. رحم الله شهداء الحرية والاستقلال والبحث الترابي والمجد الوطني شرفاء الوطن وأبنائه غور الميامين وفي طبيعتهم بطل التحرير والاستقلال والمقاومين الأول جلالة المغفور إلى محمد الخامس نور الله ضريحا ورفقه في الكفاح والمنفى جلالة المغفور إلى الحسن الثاني تغمضه الله بواسع رحمته وحفظ الله بالسبع المتاني والمحافظ بيدك الحكيم سليم الأكرمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسأل عليه أرضية الصحة والعافية وحقق به وعلى يده كل ما يسبق إليه وينشد ويشهدنا ووطننا من بناء ونماء ورفاء ورفع اجتماعي وحماية اجتماعي وتقدم وازدهار وأمن واستقرار قرير العين ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن وشد أثره بشقيقه صاحب السمو الأمير الجليل مولاي الرشيد وكافة حفاظ الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي القاهرة. إنه على ما يشاء قدير وبالاستجابة جدير وإنه نعم المولى ونعم المصير والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته خاتم الأعتاب الشريفة المندوب السامي وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الصبابتي. السلام عليكم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن نتوجه إليك ونتفع بيدك أن تعز مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وضيفا. اللهم املأه بعينك التي لا تنام ومده ببلدك التي لا يرام. اللهم كن له في هله وضحاه وفي طعنه وإقامته وفي تقلبه ومثواه وفي امور معايشه كلها. اللهم اره من سمو ولي عهد صاحب السمو الملك الامير المحبوب مولاي الحسن ما تقر به عينه ويحلم به عيشه. اللهم انبته النبات الحسن. اللهم شد اثر جلالته وقوي عضده بشقيقه السعيد مولاي الرشيد واحفظه اللهم في سائر افراد اسرته الملكيه الشريفه وفي شعبه وفيه. اللهم أرسل شعبك المغفرة والرحمة والرضا والرضوان على روح الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني. اللهم طيب طرهما وأسكنهما فسيح جناتك وبوئهما الفردوس الأعلى من الجنة في مقعد صدق عندك مع الذين أنعمت عليهم من عبادك الصالحين النبيين والصديقين والشهداء. اللهم إنا نسألك أن ترحم برحمتك الواسعة
جميع شهداء هذا البلد الطيب الأمين. اللهم أسبل عليهم أرض الرحمة والمغفرة والرضا والرضوان، وجازهم عن البلاد وعن العباد وعن الدين أفضل ما جازيت به عبدا عن بلده وعن وطنه وعن دينه. اللهم إنا نسألك الخير كله لهذا البلد الأمين الطيب عاجله وآجلا، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم جنبنا الفتن ما بدا منها وما خفي، ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا على الدوام آمنا مطمئنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترسل علينا غيثا نافعا، اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك البيت، اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك البيت، اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك البيت، اللهم أسقي البيت ولا تجعلنا من الغامضين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اليوم نخلد الذكرى 89 لمعركة بوغافر الخالدة التي قادها البطل قائد عسوبة سلام المجاهدين ديال الإقليم اليتيم غير، وكل القبائل الهطاوية، كل القبائل المجاورة في مواجهة التصرف الاستعماري والاحتلال الأجنبي. وهي واحد المعركة اللي دامت 40 يوم في مثل هذا الشهر سنة 1933، واللي تكبد فيها قوات ديال الاحتلال الأجنبي خسائر في الأرواح والعتاد، وكانوا فيها واحد العدد من المجاهدين الذين قضوا رحمة الله عليهم. هي مناسبة نستحضروا من خلالها كل ما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم والمعاني والدلالات، وكذلك ما تختزنه من دروس وعبر ما أحوج الأجيال ديال اليوم وديال الغد للاطلاع عليها والتعرف عليها والاسترشاد بها، باش يكونوا مواطنين صالحين أقوياء قادرين على مواصلة مسيرة الحاضر والمستقبل من أجل البناء والنماء وإعلاء صروح المغرب الحديث الجديد الناهض والبازق تحت القيادة حكيمة لصاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وبهذه المناسبة الغالية كان عندنا موعد مع تسليم وسامين ملكيين ساميين، وسامين ديال المكافأة الوطنية من درجة ضابط لذوي حقوق مقاومين من أبناء هذا الربع المجاهدة. وكذلك كانت مناسبة لتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على مألوف العادة، عربون وفاء وبرور بمناقبهم الحميدة وأعمالهم الجليلة وتضحياتهم الجسام. وعلى العموم التخليد ديال هذه الذكرى والحمد لله مرت في أجواء اللي هي طافحة بعبق الإيمان وبمواقف ديال الوطنية الحقة والمواطنة الإيجابية والسلوك المدني القويم ومكارم الأخلاق اللي هي معهودة في أبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن. السلام عليكم، أنا حفيدة الشيخ سي عبد القادر بن المداني، مقاوم من أسرة المقاومة. كنفتخر أني حضرت لهذه الذكرى هذه 89 معركة بوغافر. كنشكر المندوبية السامية المقاومة على جيش التحرير وعمل التين غير